إلى الصحراء توجه عشاق السينما، ومع ساعات الغروب يتجمعون في محمية وادي دجلة للاستمتاع بمفهوم جديد لعرض الأفلام أمام مجموعة يصل عددها عادة إلى 70 متفرجا في أجواء ملؤها المرح والترفيه. ويقوم هاني صاحب الفكرة بعرض الأفلام التي يختارها، ويفضل الموسيقية والحديثة منها، لكنه لا يمانع عرض الأفلام القديمة إن كان لها شعبية. هو فكرت دايما الواحد بيفكر في حاجات جديدة، فحاولت أشوف ممكن الواحد يستغل الصحراء بتاعتنا إزاي، وبالذات إن إحنا عندنا صحراء ممكن تستغل في حاجات كتيرة مش بس الفيلم أو الأفلام أو السينما. فقلت نعمل حاجة لطيفة ننام فيها الناس بدل ما يجوا يتعشوا ويمشوا أو يولعوا نار ويمشوا، بالذات في الصيف، هي هتبقى أكتر في الصيف أفلام الشتاء، أو يعني حتى في الشتاء تبقى الناس تتلم وتتفرج على فيلم حلو. بعض الزوار ذهبوا خصيصا لمتابعة الأفلام، فيما كان آخرون في مناسبة خاصة، لكنهم لم يستطيعوا تفويت الفرصة، مثل مليكة التي حضرت مع أبنائها. حبيت أعمل عيد ميلاد لابني وبنتي برضو هنا في الصحراء الجميلة اللي في مصر، عشان أوري الولاد الطبيعة الجميلة اللي في بلدنا، ويشوفوا برضو فكرة جديدة إن هم يتفرجوا على سينما في وسط الصحراء بالمناظر الطبيعية الحلوة. سينما عمر المتنقلة بدأت بتلقي طلبات الزوار لعرض أفلام الأكشن والرعب، وهو ما قال بعض رواده إنه سيعود بالفائدة على محبي هذه التجربة السينمائية المميزة. حسن جوليد، العربية.